أصدر وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر إعلانا مشتركا عقب اجتماعهم في تونس، أكدوا فيه مواصلة السعي لتحقيق مصالحة شاملة في ليبيا دون إقصاء أي طرف، وشددوا على رفض أي حل عسكري أو تدخل أجنبي في شؤون ليبيا الداخلية. أولا، مواصلة السعي الحديث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة. ثانيا، التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارا مرجعيا والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيقها. ثلاثة، رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشأن في الشؤون الداخلية لليبيا، باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم، والتأكيد على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية. رابعا، العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي